على هامش مشاركتي في قمة بريكس، السيسي يستعرض غدا رؤية مصر بشأن سبل تعزيز دور الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي. خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة تقول إن الوقت قد حان لفرض أشد الإجراءات ضد كوريا الشمالية. غدر الرابع من سبتمبر، هاشتاج يتصدر تويتر ويتضمن اتهامات لقطر بالتسبب في استشهاد 45 جنديا إماراتيا باليمن. الأخبار من أون لايف، والبداية من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع بريكس في مدينة شيمن الصينية. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا في قمة تجمع بريكس، حيث يلقي كلمة خلال جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية. يستعرض الرئيس خلالها رؤية مصر بشأن سبل تعزيز دور الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر ودول تجمع بريكس، وهو ما تتيحه مصر من فرص استثمارية واعدة. كما يتضمن برنامج الرئيس لقاءات مع عدد من القادة المشاركين في القمة، حيث يلتقي مع رئيس الصيني، وسيشهد الرئيسان في ختام مباحثاتهما مراسم التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون بين البلدين. كما سيلتقي مع رئيس جنوب إفريقيا وغينيا ورئيس وزراء الهند، فضلا عن لقاءات مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية. وكما أشرنا في أن لقاء رئيس السيسي ونظيره الصيني سيشهد في ختام الرئيسان مراسم التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون بين البلدين. يأتي ذلك في إطار العلاقات الاقتصادية التي شهدت رواجا كبيرا بين البلدين خلال الفترة الحالية، من خلال حركة استيراد واسعة، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار. لفترة ليست بالقليلة كانت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين مقصورة على حركة استيراد واسعة لمختلف المنتجات الصينية بغض النظر عن مستواها أو درجة جودتها، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار، كان أغلبها واردات صينية إلى السوق المصرية، إذ تعد مصر أكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية. أما حاليا وفي ظل تبني مصر لخطة طموح لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ظل علاقات ثنائية مع مختلف دول العالم تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، ومع تبادل الزيارات على أعلى المستويات بين القاهرة وبكين، أخذ التعاون الاقتصادي بين الدولتين منحا جديدا، حيث دعمت الصين الاحتياطي النقدي المصري بمليار دولار، علاوة على اتفاقيات تمويل بقيمة 800 مليون دولار مع بنكي مصر والأهلي. وخلال المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي عقد في شرم الشيخ في العام 2014، تم توقيع 26 اتفاقية لاستثمارات صينية في مصر، تضاف إلى أكثر من 80 شركة صينية تعمل حاليا في مصر بإجمالي استثمارات 6 ملايين دولار. مجموعة بريكس التي تضم في عضواتها 5 دول من أصحاب الاقتصاديات الصاعدة، وجهت الدعوة إلى مصر للمشاركة في قمتها 9 التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين. الصين أطلقت مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد للاستثمار في مشروعات البنى التحتية، ورصدت 150 مليار دولار سنويا بهدف تنشيط التجارة العالمية والحفاظ على مستويات مرتفعة للنمو الاقتصادي العالمي من خلال 3 خطوط برية وخطين بحريين لنقل المنتجات المختلفة بين 68 دولة انضمت بالفعل إلى المبادرة. وتتسم مبادرة الحزام والطريق بدرجة كبيرة من التوافق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس الذي تنفذه مصر حاليا، إذ يتضمن الأخير إقامة مناطق صناعية وتكنولوجية ومراكز لوجستية تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل لتسهيل حركة الملاحة بالقناة وتسهيل حركة مرور السفن. ينضم إلي من مدينة شيامن الصينية موفد أون لايف إلى هناك زميل أحمد أبو زيد. أحمد، أهلا بك. يعني لا تحدثنا عن البرنامج المقرر للرئيس عبد الفتاح السيسي غدا، تحدثنا عنه ولكن نريد بعض التفاصيل منك.
نعم، غدا ربما يكون هو اليوم الختامي بطبيعة الحال، هذا مؤكد، لقمة تجمع البريكس، لكنه على الأرجح وبحسب ما كان قد رشح من أنباء قبل انعقاد هذه القمة فإنه سيكون اليوم الأهم بالنسبة للدول التي تمت دعوتها لحضور هذا التجمع من خارج دول التجمع، ومصر بطبيعة الحال واحدة من الدول التي تم توجيه الدعوة إليها، حيث وجهت الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه القمة. هذا اليوم ربما يكون اليوم الأهم لأنه سيشهد منتدى الحوار بين الاقتصادات البازغة الدول الخمس المنضوية تحت لواء تجمع البريكس والأسواق الناشئة، متحدثين في ذلك عن الدول الخمس التي تمت دعوتها، مستوفين فيها بعض الاشتراطات والمعايير التي على أساسها تمت الدعوة إلى هذا المؤتمر. الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتحدث في كلمة قد تكون هي الأهم فيما يتعلق بجوهر هذا المؤتمر وهذا المنتدى، هو الحديث عن كيف يمكن لهذه الأسواق الناشئة أن تصبح أو تغدو بعد ذلك اقتصادات بازغة، كما كان الحال وكما هو الحال بالفعل في دول تجمع البريكس. كل دول التجمع تحديدا كانت من الدول التي تعاني عثرات اقتصادية واسعة، سواء كانت مرتبطة بمعدلات التضخم، مرتبطة بمعدلات البطالة، مرتبطة ببعض الأزمات ذات الطابع الاقتصادي الذي كان ربما في بعض الأحيان يظن أنها مشكلات بنيوية مرتبطة ببنية الاقتصاد نفسها، لكن هذه الدول استطاعت، وفي أزمنة تقدر في عمر الشعوب بأنها أزمنة بسيطة ومحدودة للغاية، استطاعت أن تجاوز هذه الأزمات وأن تتخطى هذه العثرات وتصبح هي بذاتها من الدول التي تصنف على أنها الأسرع نموا حول العالم، من الدول التي استطاعت أن تحقق لنفسها مكمن تفوق واضح، سواء كان ذلك في البرازيل، سواء كان ذلك في الهند، في الصين، في جنوب أفريقيا، في كل الدول، في الهند بطبيعة الحال من المكونة لهذا التحالف. والرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث اليوم في منتدى الأعمال قال إن مصر عندما استعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قال إن مصر حتى استهدت بتجارب بعض الدول من بينها دول في تحالف البريكس على رأسها البرازيل، كيف استطاعت أن تتخطى أزمات مرتبطة بمعدلات التضخم عبر زيادة الإنتاج، والهند كيف استطاعت استعمال وتوظيف الحوكمة في تقنين مسألة الدعم واختيار أولئك المستحقين لوصول الدعم إليهم. ماذا بشأن اللقاءات التي سيعقدها رئيس عبد الفتاح السيسي؟ الأنباء تقول إن رئيس يلتقي بنظير الصيني ليشهد مراسم توقيع 3 اتفاقيات للتعاون بين البلدين، أيضا لقاء مع رئيس جنوب أفريقيا وغينيا ورئيس وزراء الهند، ولقاء مع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال من رؤساء كبريات الشركات الصينية. هذا كله صحيح، لكن المسألة أيضا في النهاية ستكون موقوفة على حجم الوقت أو المساحة الزمنية من الوقت المتاحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اليوم. بالفعل مجدول على جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اليوم أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ، ربما يكون هذا هو الأولى أن يلتقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هناك ثلاث اتفاقات كما ذكرت راغدة ستكون موقوفة على توقيع الرئيسين في مجالات تعاون مختلفة، ومن بعد لذلك قد يكون من الملائم أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الزعماء على رأسهم الزعيمان الجنوب أفريقي جاكوب زوما والغيني الفاكوندي الذي وجهت إليه الدعوة كذلك لحضور أعمال هذا التجمع، وكذلك الحديث عن لقاء مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي. لكن المسألة كما ذكرت رغدة ستكون موقوفة على ترتيب الأولويات الخاص بالرؤساء كل على حدة، وكذلك بالمساحة الزمنية الميسورة لأجل إتمام هذه اللقاءات. نعم، ماذا بشأن جدول رئيس بعد انتهاء يعني فعاليات تجمع بريكس والحديث عن الذهاب وزيارة رسمية لفيتنام؟ قبل أن نتحول إلى زيارة رسمية هي الأولى من نوعها للرئيس المصري إلى فيتنام في العقود الأخيرة، فإننا يتعين علينا طالما أننا ذكرنا مسألة اللقاءات الثنائية التي تجرى على هامش أعمال القمم التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإشارة كذلك لأن الرئيس السيسي بالفعل كان قد التقى في معرض لقاءاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم الحديث حول جملة من القضايا تلك المرتبطة باستئناف حركة الطيران مجددا من المدن الروسية المختلفة إلى المدن المصرية المختلفة، وكذلك الحديث حول دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور تدشين أو وضع حجر الأساس للمحطة النووية التي ستتم بخبرات روسية، وهذان الموضوعان بذاتهما كانا محورين أساسيين لحديث وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف عندما زار العاصمة الروسية موسكو قبل أسابيع للحديث والتباحث حول هاتين القضيتين ضمن جملة قضايا
ربما هي من القضايا ذات الاهتمام المشترك، او التي توصف حقيقه بانها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بعيدا عن بعض القضايا ذات الطابع الاقليمي او الدولي اللتين نشطت خلالهما مصر وروسيا في ايجاد بعض السبل اللازمه لتسويتها، كالازمه السوريه التي كانت فيها مصر وروسيا ركيزتان في ايجاد مناطق خفض توتر جديده بعيده حتى عن تلك التي صيغت في اتفاق استنا، الحديث عن غوطه دمشق الشرقيه وكذلك عن ريف حمص الشمالي. هذان الموضوعان نتحدث عن استئناف حركه الطيران مجددا من روسيا إلى مصر، وكذلك الحديث عن محطة الضبعة النووية، كان ضمن الجولة التي قام بها وزير الخارجية الجولة الأوروبية إلى روسيا وليتوانيا وإستونيا، التقى وزير الخارجية الروسي، ومن ثم يأتي هذا اللقاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي بطبيعة الحال على مستوى أرفع للحديث ربما بشكل أو في مضامين أكثر عمقا من تلك التي صاغاها وزيرا خارجية البلدين السيد سامح شكري والسيد سيرجي لافروف. وبالمناسبة مأدوبة العشاء التي أقيمت بين الرئيس أو التي أعدها الرئيس الصيني شي جي بين الى الرؤساء، رؤساء الدول التي شاركت في اعمال هذا المنتدى وهذه القمه، قمه البريكس، كانت فرصه مناسبه بحسب بيان المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه السفير علاء يوسف بان يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين مجددا، لكن هذه المره كان الحديث ربما الذي حظي باهتمام اكبر من جانب الزعيمين هو الازمه في ميانمار وعمليه القتل غير الانساني التي تتم بحق اقليه الرهينجا في ميانمار وتحديدا في اقليم راخين وعمليات النزوح الجماعيه التي صارت تتم من هناك مع الحدود البنغاليه. نعم شكرا لك كنت معي. اعود مجددا الى عند انتهاء هذه الزياره سنذهب الى الرئيس عبد الفتاح السيسي يذهب مباشره الى العاصمه الفيتناميه هانوي لمحاوله البحث في افاق استثماريه جديده مشتركه بين البلدين، هذا اذا اخذنا في الاعتبار ما ذكرناه سابقا سويا رغده من ان وزيره الاستثمار والتعاون الدولي السيده صحر نصر الى جانب رئيس هيئه قناه السويس الفريق مهاب ميش كان في زياره الى هانوي لمحاوله التعرف على رؤى الجانب الفيتنامي في الاستثمار. شكرا لك كنت معي مباشرة من مدينة شيامن الصينية الزميل أحمد أبو زيد. وخلال جلسة خاصة على هامش القمة أكد رئيس السيسي أن مشروعات مصر العملاقة تحفز الاقتصاد على النمو وتوفر الوظائف، كما تطرق بالحديث أيضا إلى جهود مصر في مكافحة الإرهاب، وهذا ما نتابعه في سياق هذا التقرير. علاقات دبلوماسية واقتصادية لطالما يحرص الرئيس السيسي على تدعيمها مع الدول الاقتصادية الكبرى في جميع أنحاء العالم لينعكس ذلك إيجابيا على الدخل المصري والاقتصاد القومي، وهو ما ظهر جليا خلال مشاركته في قمة تجمع دول البريكس في الصين. وخلال كلمته في جلسة خاصة عن مصر على هامش أعمال القمة أكد السيسي أن مشروعات مصر العملاقة تحفز الاقتصاد على النمو وتوفر الوظائف، مشيرا إلى أن جميعها يساهم في عملية التنمية. إن مشروعاتنا القومية العملاقة في تقدم مستمر تحفز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع نمو الاقتصاد الحقيقي للزيادة، وتتنوع هذه المشروعات من استزراع 1.5 مليون فدان للاكتفاء الذاتي المستقبلي من المحاصيل الأساسية إلى تشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد على أكثر أنماط البناء حداثة وتقدما من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية، كما تشمل المشروعات الكبرى كذلك مد أكثر من 5000 كيلومتر من الطرق والأنفاق التي تربط جيلا جديدا من المجتمعات العمرانية للخروج من وادي النيل الضيق، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا الصديقة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محور التنوية بمنطقة قناة السويس، وتشييد 7 أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقي مصر وتغير الواقع التنموي بهذه المنطقة تغييرا غير مسبوق. وخلال الفترة المقبلة سنبدأ في إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط وكذلك على ساحل البحر الأحمر. السيسي أضاف أيضا أن البرلمان أقر قانون الاستثمار الموحد الذي سهل على المستثمرين الكثير واستجاب في مواده لكثير من المطالب التي طلب بها المستثمرون. قد أقر البرلمان المصري قانون الاستثمار الموحد والذي قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب، واستجاب لكثير من المطالب
التي طالبتم بها حينما تم طرح نسخته الأولى في أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ عام 2015. وأكد خلال كلمته أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في محاربة الإرهاب واستئصاله ومحاصرته. فبرغم تكلفة حربنا ضد الإرهاب بكافة صوره والعمل على استئصاله ونجاحنا في محاصرته، فإن استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على 93 مليون نسمة لم يسنين يوما عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة في الاقتصاد. ولذلك قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية. مشاركة مصر في قمة بريكس يعد دليلا على نجاح المرحلة السابقة من إجراء الإصلاح الاقتصادي وبالخطوات الإيجابية التي تحققت في مختلف محاوره. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور الاحتفال الذي سيقام بمناسبة وضع حجر الأساس لمحطة الضبع لتوليد الكهرباء بطاقة نووية. وخلال لقاء رئيس بوتين أكد السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات مع روسيا، مشيدا بتعاون البلدين في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، لا سيما مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد ومشروع إنشاء محطة الضبع. من جانب ثمن بوتين التنسيق بين القاهرة وموسكو في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأشاد بدور مصر الإيجابي في النزاعات التي يشهدها الشرق الأوسط. كما شارك رئيس السيسي وقرينته في مأدبة عشاء رسمي أقامه نظيره الصيني شي جين بينغ للزعماء المشاركين في قمة بريكس بمدينة شيامن الصينية. وشارك الزعماء في التقاط الصورة التذكارية للزعماء العشرة المشاركين في القمة وزوجاتهم. وعلى هامش مأدبة العشاء أجرى رئيس لقاء مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها ميانمار، وقد أعرب رئيسان عن شكبهما وإدانتهما لأحدث العنف التي تشهدها البلاد. أعرب قادة دول بريكس خلال البيان الختامي للقمة التاسعة عن أسفهم لجميع الهجمات الإرهابية في أنحاء العالم وإدانتهم للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وأكد قادة بريكس على ضرورة خضوع المسؤولين عن ارتكاب أو تنظيم أو دعم الأعمال الإرهابية للمساءلة، مشددين على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. كما نوه البيان بالتزام الدول المشاركة في بريكس بتحقيق اقتصاد عالمي مفتوح وشامل، معربين عن معارضتهم الشديدة للسياسات الحمائية التجارية. كما أعرب قادة دول بريكس في بيان شيامن عن استعدادهم لتقديم المزيد من الإسهامات للوصول إلى حل عادل ودائم للصراع في الشرق الأوسط ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. نشرتنا مستمرة وتتابعون معنا بعد قليل. في تصاعد للخلاف بين حلفاء الأمس، ميليشيات الحوثي تقرر اعتقال صالح ونقله إلى صعدة. أهلا بكم من جديد. يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل على مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية، بعدما تقدمت به المندوبة الأمريكية نيكي هالي خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس لبحث تجربة كوريا الشمالية النووية الأخيرة، بناء على طلب من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية. وقالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هالي إن الوقت قد حان لمجلس الأمن يفرض أشد الإجراءات ضد كوريا الشمالية بشأن سادس وأقوى تجاربها النووية، مشيرة إلى أن صبر الولايات المتحدة على استفزازات بيونغ يانغ قد نفد. نهج مجلس الأمن بإضافة عقوبات على بيونغ يانغ منذ عام 2006 ليس مجديا، حيث أن كوريا الشمالية دائما ما تضرب بقرارات المجلس عرض الحائط. رغم جهودنا فإن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي أكثر تقدما وأكثر خطورة من أي وقت مضى.
لم ترغب الولايات المتحدة في الحرب مطلقا ولا نريدها الآن، لكن صبر بلادنا له حدود. كما قال مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة كورو بيشو إن كوريا الشمالية تنتهك التزاماتها في المحادثات السداسية ويجب ممارسة ضغوط أكبر عليها لحثها على وقف أعمالها العدائية. كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تجري تجارب نووية في القرن 21. بيونغ يانغ دائما ما تنتهك قرارات مجلس الأمن دون أن تعطي أي اهتمام لجيرانها في شبه الجزيرة الكورية أو للمجتمع الدولي. يجب أن نمارس ضغوطا أكبر على كوريا الشمالية لحثها على وقف أعمالها العدائية. من جهة دعا سفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة كوريا الشمالية إلى التوقف عن انتهاكها قرارات مجلس الأمن التي تعتبر تهديد للسلم والأمن الدوليين والإقليمي بمنطقة شمال شرق آسيا. وتطالب مصر كوريا الشمالية بالوقف الفوري لكافة الانتهاكات والإجراءات المخالفة لقرارات مجلس الأمن، وتدعوها لعدم القيام بأي أعمال تصعيدية تؤدي للمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بما يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. السيدات والسادة، تعاود مصر تأكيد مطالبتها لكافة الأطراف المعنية بالعمل على إيجاد تسوية سلمية للأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وصولا إلى التخلص من كافة الأسلحة النووية وإيجاد سلام مستدام بين الكوريتين، والعمل على ضبط النفس وفقا لمحددات قرارات مجلس الأمن. وقد أجرى سلاح الجو الجيش في كوريا الجنوبية اليوم تدريبات تضمنت إطلاق صواريخ بعيدة المدى وصواريخ جو أرض وصواريخ باليستية، وذلك بحسب ما ورد في بيان لهيئة الأركان المشتركة. وقال غان كيونغ سو القائم بأعمال نائب وزير سياسة الدفاع الوطني أمام البرلمان إن كوريا الجنوبية ستتعاون مع الولايات المتحدة وتسعى لنشر أسلحة استراتيجية مثل حاملات طائرات وقاذفات استراتيجية. كما قالت وزارة الدفاع إن ستنشر القاذفات الأربع الباقية من نظام أمريكي جديد للدفاع الصاروخي بعد استكمال التقييم البيئي من جانب الحكومة. هذا واتفق رئيس الأمريكي دونالد ترامب والكوري الجنوبي مون جاي إن اليوم على إلغاء سقف القدرة الصاروخية لكوريا الجنوبية. واتفق رئيسان وفق بيان رئاسة الكورية الجنوبية خلال اتصال هاتفي على رفع سقف القدرة الصاروخية في موازاة التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية. أعلن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو قد تكون مضطرة لاتخاذ إجراءات جوابية بطابع عسكري لخلق توازن في نشر أنظمة الصواريخ الأمريكية ثاد في كوريا الجنوبية واليابان. وقال ريابكوف أنه في حال استمرار نشر أنظمة الصواريخ الأمريكية على الحدود الروسية بهذه الوتيرة المقلقة، أنه قد يكون في مرحلة ما لا مفر من ظهور مسألة رد الفعل بالمعنى العسكري لخلق نوع من الموازنة المضادة. أدانت مصر تجربة نووية السادسة لكوريا الشمالية، وأعربت الخارجية في بيان عن قلقها البالغ من عدم التزام بيونغ يانغ بقرارات مجلس الأمن بما يمثل تهديدا للأمن الإقليمي في منطقة شرق آسيا، فضلا عما يمثله من إضعاف لمنظومة منع الانتشار النووي. وضعت مصر إلى ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي وما تنص عليه من التسوية السلمية للنزاعات الدولية وحسن الجوار. للمزيد عن هذه الأزمة في شبه الجزيرة الكورية والموقف الدولي إزاء تلك الأوضاع ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ أحمد محرم الكاتب الصحفي من نيويورك. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. يعني من خلال متابعتك لكل هذه التطورات سواء على صعيد الإدارة الأمريكية، على صعيد مجلس الأمن وجلسات الطارئة، المواقف الدولية سواء ضد أو حتى من حلفاء كوريا الشمالية، كيف تقرأ هذه الأزمة؟ مساء الخير، مع التحية. طبعا عقدة جلسة طارئة اليوم في مجلس الأمن شهدت كلمات متبادلة من ممثلي ورؤساء الوفود. من الواضح جدا التوتر الحادث في خلال التجربة السادسة أن كوريا الشمالية عندها توجه للتصعيد، ولكن اللي حاصل بالنسبة للإدارة الأمريكية ردود الأفعال متباينة ما بين أن في نوع من التهديد في العقوبات، أو أن هناك أيضا فكرة التهديد بأن ممكن كل احتمالات واردة بما فيها الاحتمال العسكري،
لكن ايضا نجد ان الصين طرف على الجانب الدقيق، وان اليابان طرف، وان كوريا الجنوبيه طرف ايضا. اعتقد ان معظم المؤشرات تشير الى ان من الحكمه ان تعيد امريكا بشكل ما وسريع دراسه الموقف، وانه لا يوجد ابدا اي توجه معقول يشير الى ان اي احتمال عسكري قد يضر المنطقه كلها اذا فيها امريكا، لانه التوجه بتاع كوريا الشماليه ان في تصعيد يمكن لاسباب داخليه تخصهم، والتفجير اللي حدث الاخير اثار ذعر في المنطقه والزلزال بقوه، وارسلت القوات الجويه اليابانيه طائرات رصدت ان هناك اشعاعات صدرت. طيب استاذ احمد، نعم. طيب يعني هذه المره هل تبدو الازمه مختلفه؟ يعني في كل مره تشتعل الازمه تتداخل كل الاطراف الدوليه والاقليميه، تهدد الولايات المتحده الامريكيه بعمل عسكري، ومع ذلك ولا مره ضغطت على الزناد باتجاه كوريا الشماليه، هل تفعلها اداره ترامب هذه المره؟ الحقيقه حتى التجربه الخامسه نفس نوع اللهجه التهديديه والعنف من الجانب الامريكي، لكن المؤشرات تقول ان امريكا اذا كانت من خلال اداره ترامب وعنده الخارجيه الامريكيه وعنده البنتاغون وزاره الدفاع، لا يمكن ابدا الاداره الامريكيه تنظر الى كوريا الشماليه انها امريكا كان عندها تجربه في العراق وتجربه في ليبيا، لا، كوريا الشماليه الموضوع مختلف، ومن ثم ان التهديد هو كنوع من كسر جمود الموقف وارسال رساله قويه بتهديد شديد اللهجه الى الاداره في كوريا الشماليه، لكن في نفس الوقت ايضا هناك مباحثات تامه ويمكن تكون شبه سريه ما بين الاداره الامريكيه والصين واليابان وكوريا الجنوبيه، ان يكون هناك نوع من الضغط من كل الجوانب. يعني النهارده الطرف مش بس امريكا لوحدها في الموضوع، الصين حتى النهارده كان عندها موقف حاد جدا ادانت التفجير اللي حاصل، اليابان عندها نوع من الذعر، وايضا النهارده حتى الجلسه كانت جلسه نعم، ولكن الصين في نفس الوقت دعت الى النظر الى اقتراح تقدمت بكين عن تعليق برامج الصواريخ الباليستيه والنوويه لكوريا الشماليه، ولم تذهب لم ولن تذهب ابدا الى الخيار العسكري الذي تحدث عنه ترامب. اعتقد ان الايام القليله القادمه وعلى وجه الصوره يمكن هيكون في دور قوي، لان الصين يهمها المنطقه دي منطقه شديده الخطوره على بحر الشمال، ومنطقه يعني تهم الصين وتهم اليابان وتهم العالم، وبالتالي ممكن جدا نفاجئ ان يكون في نوع من الضغط اللي يثني كوريا الشماليه عن التهديدات او اي نوع من الضغط. استاذ احمد، يعني العقوبات الاقتصاديه اثبتت عدم جدواها ليس فقط مع كوريا الشماليه، لكن كان قبلها مع ايران، مع كوبا عندما استخدمتها الولايات المتحده الامريكيه ولم تجدي نفعا، ومن بعدها لفتره طويله هي تفرض عقوبات على كوريا الشماليه التي لم ترتدع. احد وجهات النظر اللي كانت بتقول ان ممكن اللي بيعضد موقف كوريا الشماليه وبيخليها تتمادى في التهديدات ان شويه الصين اما بتغض الطرف او بتغازل امريكا. اعتقد النهارده موقف بتاع الصين يدي مؤشر لانه في مباحثات بشكل ما، الصين نفسها بضغط من امريكا او بتحالف بينها وبين امريكا هيكون الضغط الصيني هيكون قوي جدا، يساعد على ان الاداره الامريكيه لا تلجا الى الحل العسكري ولا يكون في حلول اخرى دبلوماسيه. نعم، شكرا لكم تماي عبر الهاتف من نيويورك الكاتب الصحفي الاستاذ احمد محارم. تصدر هاشتاج غدر الرابع من سبتمبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وتضمن اتهامات لقطر بتسبب في استشهاد 45 جنديا إماراتيا باليمن. مستخدمو الهاشتاج أحيوا الذكرى الثانية لاستشهاد جنود التحالف العربي في اليمن، وطالبوا بالثأر لما تعرض له الجنود من خيانة. كانت الإمارات أعلنت في الرابع من سبتمبر 2015 استشهاد 45 جنديا من قواتها العسكرية بعد قصف مخزن أسلحة باليمن عبر صاروخ أرض أرض. قال موقع قطر انفو الفرنسي ان الوضع في السجون القطرية يقترب بخطوات سريعة من الانفجار بسبب سياسة السلطات القطرية التي تخلت عن واجباتها تجاه نزلاء المؤسسات العقابية بعد تفشي الجوع وغياب العناية بهم. اكد الموقع ان السجناء في قطر يعانون كثيرا، خاصة بعد بسبب الجوع الذي دفع الوضع الى التوتر بدرجة غير مسبوقة، وتتعمد سلطات السجون في الدوحة توقيع النزلاء بشكل يقترب من السياسة
منهجية. وبحسب الموقع الفرنسي فإن الوضع يقترب من الانفجار في عدد من السجون، خاصة السجن المركزية في الدوحة. قال وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية عواد بن صالح العواد إن بلاده تعمل باستمرار على تطوير عملية الحج وتلافي أخطاء الأعوام السابقة لتيسير أداء المناسك للحجاج. وأشار بن صالح خلال كلماته في حفل تكريم وزارة الإعلام السعودية الوفود الإعلامية المشاركة في موسم الحج إلى أن عدد الحجاج بلغ 2,300,000 حاج قدموا من 170 دولة. لذلك في كل عام تعمل الدولة على تلافي أي قصور أو تحديات تواجه الحجاج والمعتمرين في ما مضى من مواسم، فنعمل كل عام على أن يكون العام هذا أفضل من العام القادم. فدورنا في الإعلام هو نقل هذه الصورة. لذلك حرصنا في هذا العام في وزارة الثقافة والإعلام أن يكون دور الإعلام أكثر حيوية وأكثر تفاعلا مع هذا الحدث العالمي العظيم والذي يجمع 2,300,000 نسمة على هذه الأرض الطاهرة. هؤلاء قدموا من 170 دولة، لغات مختلفة وأعمار مختلفة وأيضا تعليما مختلفا، وكل هدفهم هو رضا الله سبحانه وتعالى وأداء هذه الفريضة وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة. وأضاف العواد أن حرص الدولة السعودية على تقديم تغطية إعلامية متميزة لموسم الحج هذا العام لم يقتصر على الإعلام التقليدي، بل شمل الإعلام الجديد نظرا لما له من أهمية كبرى في العالم المعاصر. في هذا العام أيضا حرصنا أن يكون معنا ليس فقط الإعلام التقليدي وإنما أيضا الإعلام الجديد، ولا شك أن الإعلام الجديد اليوم يلعب دورا كبيرا في نقل الصورة ونقل الحدث. لذلك كان جزء كبير من المشاركين ومن ضيوف وزارة الإعلام هذا العام هم من مؤثري التواصل الاجتماعي والإعلاميين المميزين في هذا المجال، فلهم منا أيضا الشكر والتقدير على حضورهم وتميزهم في نقل الحدث. من جهته وجه رئيس التلفزيون المصري مجدي لاشين تحية لخادم الحرمين الشريفين على مستوى تنظيم موسم الحج لهذا العام، كما أشاد لاشين بتسهيلات المقدمة للإعلاميين والصحفيين للقيام بواجبهم. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لقد لمسنا جهدكم الواضح وتسخير كافة إمكانات المملكة في توسعات الحرمين والمطاف والمسعى وجسور الجمرات والطرق المؤدية لأداء المناسك في المشاعر المقدسة، كما لمسنا فضل كرمكم الزائد خلال استضافتنا لأداء فريضة الحج لهذا العام وإتاحة الفرصة للتغطيات الإعلامية وتوفير كافة السبل والإمكانيات لأداء إعلامي متميز في تغطية الجهد الذي تبذله المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل سبل أداء الشعائر المقدسة بكل هدوء وطمأنينة والخروج بموسم متميز لحج هذا العام. قال عضو المجلس الأعلى السعودي للإعلام صالح الصالحي في لقاء مع أون لايف إنه تم بذل جهد كبير من الجانبين المصري والسعودي لتيسير التغطية الإعلامية للبعثات المصرية. أنا شايف إن في اهتمام جدا بالجانب المصري، وعلى نفس الوتيرة بيقابله طبعا يعني تقدير من الجانب المصري للجانب السعودي على هذا الاهتمام وعلى سبل الراحة وتوفير سبل الراحة للحجاج المصريين بصفة خاصة. يعني مفيش مشاكل في منى، الامور بقت سهله جدا. احنا واحد من يعني رحنا نرمي الجمرات لقيناها بسهوله جدا، ما فيش وبيوس في عرفات. الدنيا كانت يعني كانت كويسه جدا وكانت الامور منظمه جدا. الكعبه برضو كانت الدنيا منظمه، وكنا رحنا في الكعبه في اوقات يمكن ربنا اكرمنا فيها ان هي كانت فاضيه فقدرنا نطوف تحت، لكن كان كل الناس بتأدي مناسكها في يسر وسهوله وفي ارتياحيه تامه. يعني أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن استعادة مدينة تعز جنوبي البلاد من أيدي المتمردين الحوثيين يعتبر بداية لاستكمال السيطرة على بقية المدن والمحافظات اليمنية التي يسيطر عليها المتمردون. جاءت تصريحات ابن دغر خلال لقاء في عدن قائد القوات السعودية في المدينة، حيث دعا إلى ضرورة استمرار العمل من أجل استعادة جميع المحافظات اليمنية وطرد الحوثيين وميليشيات صالحة منها.
قررت ميليشيات الحوثي اعتقال حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مقر إقامته في صنعاء ونقله إلى محافظة صعدة. وأكد مصدر يمني صدور قرار الميليشيات بإنهاء تحالفه مع حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح. إلى ذلك أكد قيادي في ميليشيا الحوثي أن صالح كان يحضر الانقلاب عليهم في العاصمة صنعاء عشية احتفال حزبه بالذكرى 35 لتأسيسه في 24 من أغسطس الماضي. أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الاثنين قرارا بتعيين العميد ركن طاهر علي عيضة العقيلي رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية وترقيته إلى رتبة لواء. كما تقرر تعيين اللواء الركن محمد علي المقدشي مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة ومندوبا في قيادة القوات المشتركة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل وترقيته إلى رتبة فريق. أعلن التحالف الدولي والاثنين سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المدينة القديمة في الرقة ومسجدها التاريخي. بدوري قال محافظ دير الزور إن الجيش سيصل إلى المدينة المحاصرة من تنظيم داعش منذ سنوات في غضون 48 ساعة. وسيطر الجيش السوري على عدد من النقاط والتلال الاستراتيجية غرب دير الزور. إلى ذلك قتل جنديان روسيان قرب دير الزور. أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن وحدة الشعب هي أساس الانتصار على تنظيم داعش في كل المواجهات من خلال عمليات التحرير في السنوات الثلاث الماضية. وقال العبادي إن العراق يعيش ما وصفها بأيام الانتصارات الباهرة التي حققتها القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها وبالتضحيات الغالية للعراقيين من مختلف انتماءاتهم الدينية والقومية، مشددا على أهمية استكمال مشوار النصر. أعلن الجيش الليبي سيطرته بالكامل على النوفالية شرق مدينة سرت، ودفعت القيادة العامة بالجيش بتعزيزات عسكرية بالقرب من المدينة بعد هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش على بوابة أمنية قرب المدينة، أسفر عن استشهاد جنديين وإصابة 8 آخرين. استقبل القائد العام من القوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر في مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودغيان. ناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع الليبية ومستجدات لقاء باريس وبحث عملية الاتفاق السياسي في ليبيا. نشرتنا مستمرة وتتابعونا معنا بعد قليل. مجلس حكماء المسلمين يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لوضع السلطات البرمية أمام مسؤولياتها فيما يتعلق بمسلمي روهينجا. أهلا بكم من جديد. قالت المفوضية الأوروبية إن تصرفات السلطات التركية تجعل انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي أمرا مستحيل. وأوضح متحدث باسم المفوضية أن أنقرة تتخذ خطوات ضخمة تبعدها عن أوروبا في إشارة إلى عمليات الفصل التعسفي والقمع والاعتقالات منذ محاولة التمرد الفاشلة. غير أن المتحدث أكد أن أي قرار بشأن وقف عملية الانضمام في أيدي دول الاتحاد 28 وليست المفوضية. أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أنها تنظر في احتمال مواصلة إجراء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في سعيها لتكثيف مباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت مع الاتحاد. وأكدت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن الحكومة مستعدة لتكثيف المفاوضات، مضيفة أنه لم يجر الاتفاق على أي شيء رسميا بعد. وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمساعدة المدن الألمانية الأكثر تلوثاً لتجنب منع سير السيارات التي تعمل بالديزل، وذلك في الوقت الذي دخلت فيه أزمة السيارات في قلب الحملة الانتخابية. وأعلنت ميركل وهي تستقبل مسؤولين محليين قبل 3 أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية أنها ستضاعف قيمة صندوق تم إنشاؤه مطلع أغسطس الماضي ليصبح 1 مليار يورو، والهدف منه دعم المدن الألمانية في حملتها لمكافحة التلوث. وقالت ميركل إن نصف المبلغ ستؤمنه شركات تصنيع السيارات والنصف الثاني تتكفل به الدولة الفيدرالية، مشيرة إلى أنه سيكون بإمكان رؤساء البلديات استخدام هذا الصندوق لإقامة محطات لشحن السيارات التي تعمل بطاقة الكهربائية أو لتطوير وسائل النقل العام.
دعا مجلس حكماء المسلمين إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لوضع السلطات البرمية أمام مسؤوليتها فيما يتعلق بمسلمي الروهينجا، وأحذر من أن استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل بحسم الإنهاء لتلك المأساة يشكل تهديدا جديا للأمن والسلم الدوليين. حث المجلس الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي على التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمي الروهينجا، ولفت إلى أنه سعى بالتعاون مع الأزهر الشريف للمساهمة في إنهاء تلك المأساة من خلال التواصل عن ممثلين عن المجتمع البرمي في القاهرة، ودعا حينها إلى وقف مظاهر العنف، غير أن الحكومة البرمية التي وعدت آنذاك بتحقيق هذا الهدف تجاهلت تلك الوعود. تجمع آلاف المتظاهرين اليوم في جروزني عاصمة الشيشان للاحتجاج على تهدي أقلية الروهينجا المسلمة في بورما. وخلال التظاهر طالب رئيس الشيشاني رمضان قديروف بمعاقبة الجناه المسؤولين عن هذه المجزرة وفتح تحقيق في جرائم وصفها بأنها ضد الإنسانية. أعلنت اللجنة الانتخابية في كينيا اليوم أن انتخابات رئاسية جديدة ستجري في 17 من أكتوبر المقبل، وسيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 1 أكتوبر بحسب ما أوضح على الفور الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. وجيش التحرير الوطني هو الجماعة المتمردة الأخيرة التي ما زالت تقاتل في كولومبيا، وتطالب الحكومة هذه الجماعة المتمردة بالكف عن عمليات الخطف والهجمات على المنشآت النفطية وزرع الألغام المضادة للأفراد وتجنيد القصر. أعلنت إسرائيل منح مليون دولار أمريكي مساعدات عاجلة ليهود هيوستن في ولاية تكساس ضمن مساعي التعافي من العاصمة هارفي التي ضربت الولاية قبل 10 أيام ولا تزال تداعياتها مستمرة. قال وزير شؤون الشتات نفتالي بنيت إن التمويل سيخصص لمساعدة 60,000 يهودي على إصلاح وإعادة بناء المدارس والمعابد اليهودية ومركز الجالية التي تضررت جراء الفيضانات والعاصفة. أعلنت ميليشيا جيش التحرير الوطني المتمردة اليوم توصلها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة الكولومبية، وسيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 1 أكتوبر بحسب ما أوضح على الفور الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السباح المصري محمد الحسيني عائدا من انجلترا بعد محاولته عبور المانش بين انجلترا وفرنسا واجتيازه ل 16 كيلو سباحة في 7 ساعات متواصلة. وكان في استقباله بالمطار محمود الضبع المستشار الإعلامي لحديد المصريين التي تولت رعاية رحلة الحسيني وتجربته. أكد الضبع أن الحسيني حفر اسمه في التاريخ كأول سباح في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة يحاول عبور المانش متحديا الظروف الجوية والمناخية الصعبة، ونجحوا في قطع أكثر من نصف المسافة. كرم السفير علاء يوسف قنصل مصر العام بالمملكة المتحدة وبيت العائلة المصري بلندن السباح محمد الحسيني ومدربه خالد شلبي والبعثة المرافقة له بعد محاولته عبور بحر المانش بين انجلترا وفرنسا واجتيازه ل 16 كيلو سباحة في 7 ساعات متواصلة. وقد دخل الحسيني في منطقة تيارات عكسية شديدة خلال محاولته لعبور المانش. لا تطمح للنجاح إذا كنت تريده، فقط افعل ما تحب وتؤمن به وسيأتي إليك بشكل طبيعي. متشبثا بإرادة حديدية ورغبة جامحة في رفع علم بلاده خفاقا، دخل البطل المصري السباح محمد الحسيني تحد من العيار الثقيل مع ذاته وظروفه الخاصة وصغر سنه، وضع نصب عينيه هدفا وحيدا بمحاولته عبور بحر المانش بين انجلترا وفرنسا. ورغم ظروف شديدة القسوة اجتاز الفرعون المصري ذو 17 عاما 16 كيلو مترا سباحة في 7 ساعات متواصلة قبل أن يتعرض البطل إلى مشكلة عدة أثناء عبوره المانش، حسب ما صرح مدربه خالد شلبي، إذ دخل في منطقة تيارات عكسية شديدة وقضى أكثر من ساعة سباحة وهو ثابت لم يتقدم خطوة واحدة حتى توقفت ذراعه وقدمه عن الحركة من شدة برودة المياه، وتم إخراجه من المياه من قبل المدرب وفريق المتابعة له.
محمد راجل قد المسؤولية كان في المية، بالرغم النهاردة ان كانت ظروف الجو ما كانتش يعني سهلة ابدا، درجة حرارة المية كانت منخفضة جدا، كانت في منتهى البرودة، الجو كان في تقلبات مش لذيذة، كان في مطر وكان في حاجات. محمد اوريدي طبعا محمد كان متدرب كويس وكان متهيئ لكل الظروف، بس الظروف اللي احنا مرينا بيها النهاردة كانت اصعب شوية. انا بشكر كل الناس اللي بعتوا وساندوا محمد وقالوا ان هو بطل ويستحق، ومحمد فعلا يستحق لان محمد كان قد المسؤوليه. انا شفت النهارده ابني، انا كنت فخوره بيه جدا جدا جدا. انا شاكره جدا تشجيعكم ليه، وكل كلمه اتكتبت على محمد انا قريتها، وبوجه لكم كل الشكر، وبرجع تاني اشكر حديد المصريين وسيد احمد ابو هشيمه. ورغم ان الحسيني من ذوي القدرات الخاصه فقد خاض تدريباته الاخيره بالغردقه ليسجل المحاوله لعبور المانش بين انجلترا وفرنسا، حيث خصص مده 5 ساعات يوميا للتمرين، وكان يسبح في الساعه الواحده مسافه 3 كيلومترات للوصول الى 36 كيلومترا. عايز اشكر الناس اللي وقفوا جنبي ودعوا لي، انا تعبت وعرقت، وهدور حاجه تانية صعبه وهعملها وفيها صاله في مصر ان شاء الله، وحرف علم مصر باذن الله. فهنيئا للحسيني نيل حب واحترام الجميع، وهنيئا لنا اكتساب بطل مصري. محمد الحسيني بطل، تكفيه شرف يكفيه شرف المحاوله. ونذكركم باهم ما عرضناه من اخبار. على هامش مشاركة في قمة بريكس، السيسي يستعرض غدا رؤية مصر بشأن سبل تعزيز دور الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي. خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة تقول إن الوقت قد حان لفرض أشد الإجراءات ضد كوريا الشمالية. وغدر 4 سبتمبر هاشتاج يتصدر تويتر ويتضمن اتهامات لقطر بالتسبب في استشهاد 45 جنديا إماراتيا باليمن. ودائما بإمكانكم متابعة البث الحالي نشرتنا وبرامجنا عبر موقعنا الإلكتروني، وكذلك متابعة منصاتنا الإعلامية على فيسبوك وتويتر ويوتيوب. على رأس الساعة تتجدد الأخبار.